محمد عصام محمد المهدي الثاني أبان الإسلامي محمد عزيز أحمد السيد في عندنا في مارس مباريات كبيرة بتحصل أخذ حد عيني أخذ الحصل على المركز الأول في تنس الطاولة وهو لاعب منتخب الجامعة الطارق أبانوب عماد فطار المميزة في جميع الأنشطة الرياضية الطالبة الحاصلة على المركز الأول في كرة السرعة وضمن منتخب الجامعة قبل اختيارها الطالبة كريستين مصنع والآن موزيع فريق كرة القدم الطالب محمد محمود أحمد السيد المجموع الطلاب الحاصلين على مركز أول الطالب حسنان ياسر حسن الرياضية
طارق محمود طارق عبد الرحيم. الطالبة ليلى أحمد حسن التي الصحفية. الطالب مينا إبراهيم راتب التي الحقيقية. الطالبة أسماء عون إسماعيل التي الحقيقية. الطالب عبد الرحمن عبد اللطفي التي تربى. الطالبة أمال هشام عبد المطلب التي تربى. الطالبة نجوى عادل محمد الجوالة. الطالبة صفاء محمود عبد الجليل بني هدوان. الطالب أحمد عماد الدين محمد اللجنة الاجتماعية. الطالبة حمدي محمد والآن الأمين السيد الفاضل العبد العزيز الأستاذ خالد محمود ياسين. الشباب